لجنة التحكيم تكون موجودة عبارة عن 3 محكمين. احنا في المرحلة الأولى 60% على النص، يتم تقييم نص القصيدة. من خلال 15 واحد حيتم اختيار 5 شعراء. جائزة شاعر الرسول هي أول نشاط ثقافي ديني ينظم على مستوى الوطن العربي، أطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، وهي مسابقة سنوية تختص في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته النبوية العطرة. عظمة المناسبة فرضت تخصيص جائزة مالية كبيرة تليق بقيمة الهدف. الجائزة تهدف إلى اختيار أفضل المتسابقين الذين سيتألقون ويتجملون ويصدحون بأجمل القصائد وأعذب الكلمات والأبيات في فئتي الشعر النبطي والشعر الفصيح. تواصل هذه المسابقة للعام الثالث أتى من تألقها ونجاحها خلال العامين الماضيين. تشهد مسابقة هذا العام منافسة حامية الوطيس بين المتسابقين الذين أتوا من مختلف الدول العربية للمنافسة. ثلاثون قصيدة، نصفها من الشعر الفصيح والنصف الآخر من الشعر النبطي، هي مضمار المنافسة. 30 قصيدة تم اختيارها بدقة متناهية، كانت مهمة شديدة الصعوبة على لجان الفحص والتدقيق لاختيار الأفضل والأفصح والأبلغ من بين 942 قصيدة. منافسة هذا العام لا تقل أهمية عن نظيرتيها في العامين السابقين، بل تتفوق عليهما. هذا ما يجعلها تستقطب عدداً كبيراً من الجمهور الذي يتطلع معنا شوقاً لمعرفة من الذي ستفوز كلماته وأوصافه لينال شرف أن يكون هو شاعر الرسول الكريم. وفي جولة تعريفية تم اصطحاب المشاركين في هذه المسابقة إلى استديوهات صوت الخليج التابع للمؤسسة القطرية للإعلام في قطر. قيل يا مصطفى أبشر بحضرته، تمر على تلك الديار كطيفها يمر، فلا تدلي عليه ولا يدلي. تهاونا وأهوى جلنا الدنيا، ويد الغي تخطفنا أذى، ماذا اعتراك؟ أرح قلبا يئن أسا، وأنت تحمل صوت الصمت تجلده. في الأبجدية كل حرف مدنف، الآن يسعفك الخيال المرهف. قلب ضاق بالانقباض إذ اختلى، أنس يدع بما تعاظم في الخفا. لجنة التحكيم هي جوهرة التاج في هذه الجائزة العالمية الفريدة، فأعضاؤها يمثلون قمة المعرفة وذروة الخبرة
وخلاصة التجربة في مجال الشعر الفصيح والنبطي. وتتكون لجنة تحكيم فئة الشعر الفصيح من الدكتور يوسف حسين نايف بكار من المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور محمد بن ناصر المحروقي من عمان، والدكتور محمد علي الرباوي من المملكة المغربية. أما لجنة التحكيم في الشعر النبطي فتتكون من المبدعين فالح مبارك فهد العجلان الهاجري من دولة قطر، وعبد الكريم زيد مدعب الإجباري من دولة الكويت، وحمود بن خلفان بن سعيد اليحياني من سلطنة عمان. والجامع بين هذه العقول الكبيرة والقرائح المتينة هو حساسيتها الفنية والشعرية العالية التي أظهرتها خلال مراحل اختيار النصوص أو تقييم أداء الشعراء خلال التصفيات، وقدرتها على توجيه الملاحظات الرشيقة لهم والنصائح الثمينة لتصحيح أخطائهم وهفواتهم، فهم يتعاملون مع نصوص الشعراء بميزان دقيق ومعيار صارم، ولا يقبلون بنصف الجميل ولا القليل من البديع. فالأمر هنا يتعلق بوصف مناقب سيد البشر وأفضل الخلق ورسول الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد التمحيص والتدقيق والتركيز والتجريب والمقارنة والاختبار، فتأهل لخوض المعركة الشريفة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بالشعر النبطي 14 شاعراً من مختلف البلدان، فدخلوا في مرحلة التصفيات النهائية للفوز بالجائزة الكبرى، وقدموا ما جادت به نفوسهم السخية وسجيتهم النقية في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبروا لأعضاء لجنة التحكيم عن قدرة فائقة على الدفاع عن نصوصهم، ومعرفة عميقة بما يقولون، وشغف كبير في الكتابة عن خير من سعد به قدم على وجه البسيطة. يوم العرب كانت تفاخر في مناسبها، ولد فيهم يتيم ولكن أعطى للحياة ألوان، هدى الدنيا معانيها وصار أعظم عجايبها، حياته مدرسة للتايهين الدرب والعنوان، منى كل القلوب بخلقه الزاكي وطيبها، لذلك اصطفاه الواحد الرحمن بالقرآن وخصه بالنبوة والهدى، يا حظ واهبها هذا كلي عسف جور الضلال بصبره مالان، تحدى الباطل وروض سنينه مع صعايبها، تجاوز كل خيبات الظنون وقسوة الخذلان. في بيت اللي يقول على روح السلام وموطن الأخلاق والإيمان، وعلى صوت الفلاح اللي طوى الظلمة وحاربها بيت جميل. هنا في بيت يقول لها غيمة من أبعاد الحنين يسوقها الذنان. ايش تقصد في الذنان؟ الذنان احنا معنا الهبوب او النسيم. اي نعم، هو ذنان. رزم رعادها وامطر مشارقها مغاربها ومغاربها، الواو هذه يعني زيادة. هذا حبيبي سراج الروح خير الانام، هذا الذي فيه كل المدح يبقى قصور، هذا محمد وبه قلبي تولع وهام، في يوم ميلادها الدنيا حضنها السرور، وتجهز الكون وانفاس البشر للوئام، جاب المساواه وقت الكبرياء والغرور، وضيش أبو جهل وامثاله تحول حضام، معلم الصدق ربح الحال بنك الأجور، يتيم واصبح بعطفه اليتامى حزام، من يتبعه مد من دنياه خير الجسور. طبعاً القصيدة ممزوجة بالحب الكبير لسيدنا ونبينا محمد، ومزجتها أيضاً بهموم الأمة والواقع الحالي،
وهذا شيء طيب أن الشاعر أيضا يقتنص الفرصة في أي مناسبة طيبة مثل هالمناسبة ويذكر كيف كانت مآثر الأمة وكيف أصبحت أحوال الأمة. وإن شاء الله ما دام فينا شباب ومثلكم وإن شاء الله يقدمون روائع من هالروائع ويتمسكون بسنة نبيهم فالأمة عائدة إن شاء الله. نبينا رمز الكرم رمز الوفاء طب العليل كامل ولله الكمال على المراتب طالها أشجع من الشجعان في يوم يهاب بها الذليل في ساعة لعرضة الأنفس على دلالها في فيه شطر لكن أحس أنها مش مثل قوة القصيدة كامل يعني. هذا ابن عبد المطلب والجد عدنان الأصيل ممتاز سادة قريش اللي تفاخر بالنسب لجيالها حسيت أنها يعني محاولة لتكملة البيت. لكن في العموم القصيدة جدا رائعة والقصيدة درس في 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 حياة المصطفى وحاولت أنت بهذا الجمال وهذا الجزالة أن يعني تجلب لنا هذه القصيدة الرائعة. شكرا لك. عليك الصلاة الصادقة من فم الأطهار عليك السلام المكتسي منك شخصية نبي شحيح البوح لو تغزر الأفكار كثير المعاني فيك ما غير قلبية وسعي فوصفك سعي من عطر الأسهار عسى سعيه المبرور لو كان عن نية بمدحك أشرف خير قافي مع الأشعار أسوق الشعر عز وفخر فيك منقية على قمة العالم ذكرتك مع الأحرار عسى يقسم الرحمن للنفس حرية. مطلع البيت يقول على قمة العالم شعري من الأحرار أوضي أحاسيسي من الغيم حرية. فسر لي البيت هذا أوضي أحاسيسي من الغيم حرية. الشطر شطر اي نعم. بما أني أنا على قمة العالم هني وجودي في المسابقة هذه في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم الغيم يكون دائما بالنسبة لحن في الأرض في القاع نكون الغيم في العلو لكن إذا كنت أنت في القمة الغيم يكون تحتك فكأني أتغسل من الغيم من ماء الغيم الموجود فيه ولأن في القمة أحاسيسي من طهارته وأنا ألقي القصيدة. وفجأة دعانا بصوت الحق طفل يتيم يذود الأفواج عنا مثل ذو دركاب طفل رعى الماشية والأرض قفر وهشيم وصار أصدق الناس ومنهم ابسن الشباب مبعوث دين التواضع بمن رب الرحيم به تستتم المكارم والخصال الطياب موهوب فظ غليظ القلب لكن حليم يدعو للإسلام. يا سيدي زمزمة إيش؟ زمزمة عيني. زمزمة عيني نسبتها إلى زمزم ولا؟ نسبه إلى زمزم. إلى زمزم. زمزمة عيني يعني. قلبي حطيم نسبه إلى الحطيم بعد. اقتباس رائع وجميل وربي ربي يوفقك إن شاء الله. الله يعطيك العافية. مالك الخير إن شاء الله. بياك. واصل مسيره يدعي العالم والرب العالمين ورضى البشر غاية والأحد مبشر بتحصيلها عرجبه الله للسماء السابع وعود باليقين إن الصلاة تساعد الأعمال في توصيلها وجهر عليهم بالدعاء لله ووصل المسلمين باللي نزل في محكم آيات الله وترتيلها واصل مسيره يدعي العالم والرب العالمين باللي نزل في محكم آيات الله وترتيلها بيت أنا معرفه من الرياض إلى رياض الصالحين خلوها للتوراة مع توراتها وإنجيلها يعني دامك ذكرت التوراة والإنجيل يعني حسيت أنه مفروض أنك تذكر القرآن يعني بدل رياض الصالحين والتوراة والإنجيل من الكتب السماوية المنزلة يعني ففيها بعض الأشياء بيت جميل تقول في وقت جوع ولا لقى عقب التعب صر الطحين قبل لا يدري جار بيته مستحيل يكيلها قصيدة رائعة جدا الله يوفقك وبالتوفيق إن شاء الله. بمر ربك عبرت الأرض خلف الأمد والبراق عرجت بك مثل طير اليمام زمجر الحق هذه بدر هذه أحد ما بقى من الكلام إلا كلام الحسام والمدينة غدت تحكي بصوت الرعد لين صارت مدينة نور بعد الظلام. الختام كان جميل وفي بيت مميز اللي يقول زمجر الحق هذه بدر هذه أحد ما بقى من الكلام إلا كلام الحسام يعني أعطيتها من الآخر. في أبيات شدت انتباهي وأنك أهم رجل في الحياة تنفقد شوف زوار قبرك والجموع العظام لكن في ملاحظة
أكرم الأكرمين دائما يعني تقال إلى الله سبحانه وتعالى، يعني دائما يستخدمونها الناس في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. من يلوم الكلام ان ضاع في ذكره، مدام ما وفاه اللي انكتب وانقال، وهذا الشعر مهما جاد في وصفه قليل، ولو تساقط في الورق همال. فمنك العفو يا ربي، فمنك العفو يا ربي، ولا عزنا سوى من ظله من كوثره من هال. لو ان الناس تفنى ما هو بيفنى، بجوف الروح ذكره باقي وما زال. صلاة الله عليه بعد ما تعجز بوصفه معجزات الشعر والأمثال. أشياء جميلة جدا، مثل بيته من عارض هداه يخيب ما يظفر، لو أن الكون ملكه داخلها زلزال. ولو تساقط على الورقة وفي الورقة همال همال الشعري. أبيات قوية جدا، وحضورك المسرحي والإلقاء كان متفاعل جدا. و أنا عندي بيت من زمان اللي يقول الرجولة ما هي دايم صفة للذكور، كم أنثى وقفت للدين وقفت رجل. وهذه الله يرفع قدرك. الله يرفع هذه القصيدة قدرك للدين، وليش إن شاء الله الله يوفقش خير. الله يخليك، تسلم. محمد يا الوحيد اللي اقترن في اسمه الرحمن، وقدر له يشوف اللي ملاك الوحي، ما شافه جثت بصرى الهيبة منزلته، ودنقت حوران على الخلق العظيم اللي حمله، وعز مشرافه خلقه منزه من العيب ومنزه عن النقصان، كأن القلب من تبر الذهب والنفس شفافة. كرم هالجم هرقل اللي سأل عنه أبو سفيان بعد ما شاف الدعداه ما يقدر على أجحافه. يا سبحان الله. وبعد ذلك بعد الرسالة هش أصبح مسلم طبعا. أصبح الفاتحين. وأصبح والرسول أيضا تزوج. نعم طبعا بنته. بنته وأصبح نعم أبو سفيان أصبح نسيب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعطيك العافية. الله يعافيك. اصطفاه الله من بدة العالم وحيد، نزهه وأحسن مساعيه عاده في المهود، أنشأه وأكرم مقامه من الفعل الزهيد، عاصمه ربي فلا هو حقود ولا حسود، وطهره وواه من كل شيطان مريد، وكلفه واختاره أفضل وجود في الوجود، أشرقت شمسه على الكون في يوم جديد، رحمة مهداه والبيض قبله كان سود، وأكرمه ربي بوحيه بمعناه الرشيد، وزوده من محكم آياته بلطف وجود. فيها أشياء جميلة جدا، لكن أنا أعتقد أن الأبيات الاستفتاحية طالت، ودائما الصعوبة في الانتقال من الأبيات الاستفتاحية المطلع إلى 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 موضوع القصيدة، لكن عموما أنها طالت شوي، لكنها دخلت في 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 أشياء جميلة. عدلهم ظلم وضلالاتهم هل من مزيد من جهالتهم، على قدر ما تظلم تسود، فيهم العقال لإبليس خدام وعبيد، والشجاعة قسم من كان للرضع يؤود، يؤود اللي هو الوأد، وأد البنات. نعم هي نعم. فخرون فيه. نعم أكيد. فاللغة هي وأد يئد وأدا، فهو موؤود، ووؤود اسم فاعل من كثرة الوأد. اللي عرج بك من كنفها، تشتكي جور الليال راحت ورحنا من وراها، مالنا عذر سمين يسعاب هالمحتل، سعي الشمس بطراف الظلال وطرافها تعبت تلوح للعروبة، باليدين يوم امدحك مالي من التقصير في مدحك مجال، لأنك تحير من كبر قدرك عقول المادحين. يا ويش أنا بقول، والله من قبل لا أقول قال، إنك على خلق عظيم ورحمة للعا إنك على خلق عظيم ورحمة للعالمين، علمتنا الدين الصحيح المتسم بالاعتدال، ووفيت بالعلم المنير وبان نهجه الصالحين، والختم صلى الله عليك إعداد همة للخيال وإعداد مهبة الهوى ثم العود الياسمين. أبدعت، وكان إلقائك أيضا خادم للقصيدة بشكل كبير. والأجمل أن احنا دائما، وخاصة في شباب مثل سنكم، الأجمل أنهم دائما يعرجون على سيرة النبي ويختمونها أيضا بحال الأمة وما وصلت إليه، ولا ينسون قضية هذه الأمة و معراج النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله أن الخير في الأمة طول أنتم موجودين. الله يجزاك. وإبداع، وصراحة قصيدة جزلة. يشوف الشاعر أن الوصف صار أصغر من الموصوف، لا جاي يمدح اللي سيرته بالطيب رنانة، عجل وشلون باللي يملك الأجيال بالمعروف، مثل ما يملك الألباب بأخلاقه وبإحسانه، نعرفه من كلام الكتب وقصاها نقط وحروف، عجل وشلون باللي صاحبوه وكان موزانه من فراقه، بكى الغصن مشوك بكية الملهوف، عجل وشلون ما يبكي عليه إنسان وإنسانه، بكى شوقا لرؤيتنا وحن من وضعنا المأسوف، لو أنه شافنا
ما هلت دموعه من عيانه. سؤال طال عمرك يقول تيممت ودعيت الدعوة هلي من صميم الجوف، قصدك بالتيمم اللي هي التيمم ولا الوجهة؟ لا القبلة. القبلة تمام، ايه اللهم مضبوط. أبيات فيها واجد أبيات طيبة وجازل القصيدة ومترابط، الله يبيض وجهك أخويا. يلوح وجهه ويورق من شفاه ابتسام، وتشد له كل نظرة ويتشاف الضرير، مثل ما حنا نفرق وش حلال وحرام، في سائر الخلق ما تلقى مثله نظير، بكاه جذع من الشوق ومن الاهتمام، وشلون ما اشتاق له وهو بدمعي جدير، اللي يبي يجمع أفضال الرسول الجسام، كأنه يبي يجمع بيديه بحر غزير. من أجمل الأبيات كم خيطت قاعك المنهك خطاوي البشير، جميلة جميلة، الصورة رائعة جدا. وعندك كذلك كان البطون النظر والسمع زاد البصير. نعم. الزاد لبطون النظر والسمع، هذه يعني صورة في 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 صورة، إشراقات شعرية جميلة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. والمطلع تنفس الصبح، يعني واحد من المشايخ يقول هذه الآية الصبح إذا تنفس يعني لا يمكن تفسيرها إلا بالإحساس، شعورك أنت بالصباح إذا تنفس. تسلم يا نقع القصيدة وبيض الله وجهك. يا سيدي الشعر ما يتجاوز الأمنيات، كتبت كل الهزيل وفيك حسب سمين، يا سيدي نور وجهك بدد المظلمات، متواتر الورد لجلك بين حين وحين، ناديت كل ما يكل الكف يا كف، هات نفداك حالا ونفدا سيرتك بالبنين، وقفت مر خيوط الشعر بين الصفات، ولا نسجتك شعر ولا نسجتك حنين. القصيدة واضح فيها تأثرك بال فصحى أكثر، طبعاً تمازج الفصحى واضح، وهذا جميل جداً، ترى هذا أعطى للقصيدة بعد، وتمازج المفردات واللغة طبعاً كانت واضحة وقوية. الله يعطيك العافية. يعني فيه عندي كم بيت، يعني يمكن بعض المتلقين أحياناً يعني تصعب عليهم بعض الكلمات والتفسيرات، ولكن هذا إدراك بالثقافة عالية، وما يجب أن يكون عليها أصلاً الشعر في مثل هذه المناسبات. أكيد الوصول لمثل هذه المرحلة من شعرائنا شيء كبره مكسب، وإن شاء الله أنهم ما خسروا أي شيء. الفائز منهم مبارك له، واللي ما حالف الحظ نقول له حظ أوفر، إن شاء الله فيه إمكانية المشاركة في النسخ القادمة بإذن الله من جائزة كتار لشاعر الرسول. من قطر سالم النابت. سالم تستاهل. ننتقل لاسم آخر، سلطان آل عمر من الكويت. تستاهل سلطان. علي آل صبيح من قطر. تستاهل يا علي. ننتقل للاسم الرابع، محمد الحربي من الكويت. واللجنة شافت أن الاسم الأخير اللي يكون معانا لهذا اليوم نقل سيمر من الكويت. ألف مبروك لكم يا شباب. بسم الله أبدأ واسأله توفيقي القول الجزيل. حاميم ويا التنزيل العزيز العليم. حزنت إني من اللي جاوا للمسجد مجي ضيوف، حسدت اللي يشوف الروضة المحراب مسكانة. يطيح النور من عين الظلام وينوجد إنسان، تنفس الصبح وانفتقت عبات الظلام، وسالت حروفي وغرد في سم البوح طير. الحمد لله كنا اليوم الأكثر حظ والأكثر توفيق من بين الأخوان. نشكر اللجنة على
ثقتهم، وإن شاء الله نكون قد الثقة هذه. اللي طلع ما هو أقل منا، لا كلنا تقريبا متقاربين للمستويات، ومثل ما قال على لسان اللجنة أنه قال الفرق يمكن بنص درجة ربع درجة، فأقول الله يعينهم والله يجزاهم خير على هذا المجهود اللي بذلوه معانا، وأسأل التوفيق إن شاء الله لي والباقي المشاركين بإذن الله. كل من شارك في هذه المسابقة يعتبر فائز، لأنه مدح النبي صلى الله عليه وسلم خير البشرية، مهما قدمنا يعتبر قليل من فضل هذا النبي العظيم. من بداية المسابقة وأنا أقول بحد ذاتها الوصول إلى قائمة 15 شاعر في الجائزة في كتارة، أعتقد أنها بحد ذاتها شرف كبير جدا، وعسانا إن شاء الله نقدم اللي يليق بالشعر وفي مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. أصابت سهام بعض الشعراء كبد الحقيقة، وأقنعت لجنة التحكيم بفصاحتها وطلاوتها وجزالتها، فتأهل أصحابها للتنافس على أفضل من كتب مديحا في أكرم خلق الله، وحاز على هذه المكانة العالية والمرتبة الرفيعة. ومن بين كل هؤلاء الشعراء المتميزين فاز 5 بقصب السبق، وقدموا نصوصهم بين أيدي لجنة التحكيم، فسمعوا منهم كلمات الإشادة والتشجيع وعبارات الشكر والتقدير على ما كتبوا بصفق القريحة وسلامة السريرة، كما سمعوا منهم استفسارات دقيقة عن أسرار ما كتبوا ومعاني ما صوروا من صفات جليلة في أكرم الخلق، وناقشوهم في دلالات بعض التعبير والصور بلغة العارف ومعرفة الخبير، فكانت ملاحظاتهم برداً وسلاماً على البعض، وقلقاً وتوتراً عند البعض الآخر. يا مصطفى أبشر بحضرته، الله أدنى ترى، والذات ذات صفي، وانزاح ستر الرؤى، فالشاهدان هنا النور من كونه، والماء فيه زكي، فوق بلا منتهى، بعد بلا زمن، والنجم لما هوى شق السماء نبي. أخي العزيز، النص هذا يحتاج إلى مثابرة أخرى. يعني النقطة الأساسية التي وجدتها بالنسبة لي، وأحترم آراء الأساتذة الذين أتعلم منهم، هي المباشرة في تقديم هذا الموضوع. تزهو به الآذان صوتاً خالداً، فبأي آلاء الجمال تشنف؟ أنذر عشيرتك الأقارب يهتدوا، واصدع بما فلك المقام الأشرف. صلى عليك الله ما سعد الأولى صلوا، ومن وزر الذنوب، من وزر الذنوب، من وزر الذنوب تخففوا. القصيدة في مجملها جيدة لعدة أسباب، أهم هذه الأسباب أنك ربطت بين الماضي والحاضر، وهذا هو المهم. شيء آخر أنك طوعت اللغة وأكثرت من الانزياحات التشخيصية وعصرنتها حين قلت أدمنت. مولاي عفوك، إن تجرأت الثناء وفي مقامك ما اهتديت صوابا، حاولت أن أحظى بقربك سيدي، وبسطت حرفي فاستحال، يا بابا خذني استلمني، فض بنورك واجتذب رمقي إليك،
من ارتجاك وخاب وافيت بابك موقنا بشفاعة ما ظل حبك داخلي محرابا. المطلع رائع. جزاك الله خير. نعم، لكن وأنت تضيف أبياتا هذه الروعة الشعرية بدأت وبريقها بدأ بريقها يخبو قليلا. جميل. عندي ملاحظة في الإيقاع. تفضل. أنت اخترت الكامل. الكامل. والكامل تام. نعم. الحال ولا شك أنك تعرف أن الكامل التام والطويل والبسيط هم بحور لا يحسن فيها التدوير، حيث إن السطر الأول حين يلتحق بالسطر الثاني عرضيا يصبح إيقاعه كالنطر، وأنت ممكن أن يأتي بيت واحد لا داعي ممكن، لكن أن تتكرر الأبيات مدورة في نص غنائي نعم يحد من شعرية النص. إنني خجل عذري أمامك أني جئت معتذرا، عذر الكنايات أن النقص يمسكها، عذر التشابيه أن الحرف قد قصرا، ولست كعبا ولا حسان يعرفني، ولست شوقي ولم أحسب من الأمراء، لكنني جئت على الله يكتبني من الذين فلا أغوى ولا كفر. قلت في بيت من الأبيات كانت تحدثني عن سيد يده غوث المساكين يدعى البحر والمطر. المطر. هل يستوقف شيء يستوقفك هذا البيت نحويا مثلا؟ يدعى يدعى غوث يدعى البحر والمطر. لا لا لا. على أساس أنها تمييز؟ لا أم أن لا لا. أم أنها نائب فاعل؟ ما الأولى في هذا السياق فيها؟ لأن يدعى نائب فاعل. نعم، اسم مبني للمجهول. أعطاه يونس سرا للقداسة لو لم يقترف غرقا صلى به زمنا، أعطاه موسى ليخطو في قرارته، يبارك السر في أصدافه علنا، من خاط لليل بالمعنى عباءته وأشعل النجم في أطرافه غدنا، وأوقد الروح في صدري بأسئلة كالنار ظمأ إلى ما يمنح السكنا. إلقاؤك جيد وقصيدتك شطرية من بحر البسيط، لكن لماذا لجأت إلى أسلوب قصيدة التفعيلة؟ في الحقيقة حاولت أن أتبع المعنى بدل أن أتبع الشطر، يعني أن أعبر عن المعنى، أتبع أكمل معنى البيت أو أكمل الفكرة ثم أنطلق إلى الوزن، يعني وذلك يحافظ على الوزن أيضا. معلش، هو يحافظ على الوزن ولكن الشطري شطري والتفعيلي تفعيلي. يا موسم الأفراح في دمع سقى حقل الشعور فأنبت الإلهام، إني أحبك باللسان نطقتها وجعلتها فوق الفؤاد وساما، صلى عليك الله ما وطئ الثرى بشر توضأ قلبه الإسلام، وبكى اشتياقا كي يراك بموعد فيه المصائر وزعت أقساما. كانوا على كف الرجاء يتامى. أحسست أن كلمة يتامى جاءت من أجل القافية. نعم، والله أعلم. هو أنا أقصد ما قبل سيد محمد. نعم نعم. رضا، كيف تكتب؟ أيضا كيف تكتب نهايتها؟ تنوين. لا، الحرف الأخير كلمة أيضا. رضا. واه، الرضا. رضا. رضا. ألف مكسورة وتنوين عض تنوين. ما أصلها؟ الرضوان من الواو، ينبغي أن تكون ألفا ممدودة. تكتب ممدودة. نعم نعم، أنت كتبتها مقصورة. يا من بيوم عروجه الكون احتفى والعرش رحب والبراق به اعتلى، في ذكر أهل العزم ذكرك أولا مع أنهم بالخلق كانوا أولا، ختمت رسالات السماء بك وابتدى بالدعوة الإيمان ينشر في الملا، من طاع فاز ومن عصاك فقد أبى، رفع اليراع وجف في الطرس الطلا، رفع اليراع وجف في الطرس الطلا. إلقاؤك الحقيقة جيد،
وقصيدتك من بحر الكامل في البيت الثاني، لماذا نونت أمس؟ لأنه أمس دائما مبنية على الكسر. صحيح، أمس مبنية على الكسر. حسيت أنها ضرورية ومتطلب الكلمة يعني. لا هي للوزن، للوزن، خليني أريحك يعني. نعم. ما تتعب نفسك أكثر من هذا. نعم. على أي حال القصيدة هي استدعائية ذات معان جيدة وتقريرية أيضا، ولا تخلو من النثر، ولا سيما في الصفحة. نعم. الأخيرة الرابعة، مع أنهم ليس لفظة شعرية. صح. بدر جميل كما قد قال صاحبه، بدر على الأرض من عليائه انعكسا، إماؤه شاهد في النحو مقتضب، وصمته لغة فصحى لمن درس، وقوله معرب كالعقد منتظم، وهمسه كنسيم الصيف إن همسا، ما شد ثوب ضعيف معنفا أبدا، ولا هوت يده بالصوت أو حبس، عيناه سكرتا دفء، ونظرته تجنن العقل إيماء. أيضا الكلمات لها ظلال، وحتى وإن كانت صحيحة لغويا، لكن بظلالها قد تخرجها عن المعنى، المدح إلى القدح. فعندما تقول وليس أجمل منه، وليس أجمل منه ذو مكورة. نعم. فالمكورة هنا من العمامة، يعني كلمة مكورة، صفة المكورة هنا على العمامة، يعني تأخذ المعنى إلى جانب سلبي. أيضا يوصى ببسمته في الطب من أكلت عينيه دمعته حزن أو ابتأس، من المعاني العامية على أنه علاج للمرض. ما زلت مرتعش اليراعتي، أنني جاوزت قدري وانهمرت مع الصدى، أنا والقصيدة والفؤاد وأدمعي بتنا بليلات المحبة سجدا، أنا والقصيدة والفؤاد وأدمعي بتنا بليلات المحبة سجدا، جملت روحي إذ مدحت محمدا وكسوتها بردين من حلل الهدى. الحقيقة يعني القصيدة في مجملها استدعائية، تعتمد على ما قيل في الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا تخلو من المباشرة، ويغلب عليها النظم، لكنها لا تخلو من الصور التشخيصية والمعاني الجيدة، وهي في حاجة إلى إعادة نظر في التنوين، لا سيما على الحروف التي بعد حرف المد. من ذا يصدق أن الجبال بكل تفاصيلها القاسية تمد لها كف جرح يتيم تحدر من سدرة سامية لتقلب طغيانها والغرور معيناً يقطر إنسانية؟ فمن ذا يصدق أن الجبال بكل تفاصيلها القاسية تمد لها كف جرح يتيم تحدر من سدرة سامية لتقلب طغيانها والغرور معينا يقطر إنسانية؟ أود أن أقف معك في بعض الأشياء وفي شيء واحد اختصارا. في البيت 27 قلت تحث البداوة أن تستحيل عروشا بأسوارها زاهية فترسم للأرض لونا جديدا تسيد ألوانها الخاوية. يعني قد يقول لك قائل على أن هذه رؤية ليست رؤية شعرية، وليست رؤية أيضا تاريخية حقيقية، وإنما هي رؤية فقهية. الفقهاء من قالوا هذا على أن العرب كانوا يعيشون في سواد وفي جهل وغيرهم. بحر لأن المكرمات أحطنه، ترك المجرة تستعير رماله، ولأن آخر شاطئ في قلبه قلق بما يكفي ليشرح حاله، أعطى السماء نذوره الأولى ولم يدع النجوم تخطف استهلاله،
متوضئا باليتم سلمه الندى صبحا تكسرت الشموس حياله كلف بسر الوحي هودج غاره ليسافر الوجدان كيف بدا له. إلقاؤك كان جيدا ولكن القصيدة هي استدعائية لما عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتأريخية في الوقت ذاته، وهي نظم وإن لا تخلو من الأشياء الجيدة. أنت قلت في هي قصيدة شطرية على أي بحر؟ على بحر الكامل. لماذا كتبتها بهذا الشكل؟ لماذا لم تكتبها شطرين شطرين؟ التوزيع التفعيلي من أجل خلق إيقاع جانبي معنوي يصاحب الإيقاع العمودي القديم. يشكو لجبريل أحلاما مؤجلة، متى اللقاء به؟ أيان موعده؟ بين سيطلع من أم القرى قمر يطل من شرفة للكون تفرده، يأتي خديه سيرتقي لمقام الكشف متجها لسلم من وراء الغيم يصعده، يأتي خديجة يعدو يستوي فزعا من هيبة الغار حيث الغار مسجده، حناؤها كلمات تستحيل ندا وكلما لمست جرحا تضمده. عندي ملاحظة في الإيقاع، بيت فطلس. بيت واحد أريد أن أشير إليه، أم النبي أنا النبي أم النبي أم النبي أي أم النبي عفوا أم النبي أنا أبو النبي ايه. هنا الخبن في التفعيلة الثانية الثالثة عفوا في البسيط حصل ما كيكونش جيد، لأن البسيط جماليته في سلامة هذه التفعيلة. أكيد أكيد أرجو أكيد تأخذها بعين الاعتبار. شكرا سيدينا، شكرا، توفيق إن شاء الله. شكرا أستاذنا، شكرا لكم. له طلعة تهفو القلوب لنورها جمالا فيغشاه الجلال عن المغلي، فيا أيها المحمود خلقا وخلقة تجلت بك الآيات في الجزء والكل، حب الله هذا الكون يوما تباشرت بمولده الدنيا كذا الرسل من قبلي. النوايا الحسنة لا تصنع نصا جميلا، نوايا موجودة لكن هذا النص ليست مشكلته كما قال الأساتذة الكرام في القافية فقط، يعني هذا أقرب إلى النظم وأقرب إلى النثرية، والنثرية واضحة فيه بشكل كبير جدا، وحرك لسان الذكر واصدح بمدحه كذا وانضم إلى الأشعار في مدحه مثلي كذا، هذه مغرقة في النثرية. رجع حديثه كماء سحاب هادئ يتحدر، وفي الروح طيف من رخام تخيلي تكسرني الدنيا ولا يتكسر، أراه بكفي عابر عن فؤاده أماط الأذى للآخرين ليعبروا، بعيني أب في الريح ثبت جذعه فيعلو ابنه فوق الحصان وينظر، أقول حبيبي يا نبي وأنثني فيبكيه في جنبي شكل وجوهر. هذه أول قصيدة استلهامية فيما قرأنا، تستلهم ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على شاعريتك وعلى شعريتها. المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة من دولة قطر، جائزة كتارة لشاعر الرسول أكيد ما راح يكون فيها خاسر، وصولكم لمثل هذه المرحلة أكيد شيء كبير، تسابقكم في مدح النبي عليه الصلاة والسلام هو الشيء الأكبر وهو الفوز بحد ذاته. الأمة العربية كلها اتحدت في هذه المنطقة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خير على تواجدكم بالتأكيد. أحمو الحسن الأحمدي من المغرب. حسن المقداد من لبنان. إلى الجزائر رابح فلاح. تستاهل يا رابح.
وأتوقع المبتسم راح يكون غازي من سوريا. المتأهل الخامس والأخير من مرحلة الشعر الفصيح إلى مرحلة النصف النهائي وهو محمد إسماعيل من مصر. أشكر أولاً لجنة التحكيم لأنهم وضعوا ثقتهم في نصي وفي شخصي. سعيد في الحقيقة بتأهلي، فخور جداً بتأهلي إلى نصف النهائي. أتمنى أن يوفقنا الله عز وجل لبلوغ النهائي إن شاء الله، ولما لا الفوز بالجائزة. سعيد جداً بالتأهل اليوم، وأتمنى أن نقدم في المراحل القادمة ما يليق بالوقوف أمام المديح النبوي، وما يليق بجائزة كجائزة كتارة، وما يليق بي أيضاً. سعيد جداً هذا اليوم بالتأهل إلى المرحلة القادمة في جائزة كتارة لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأتمنى لأصدقائي الفائزين والمنتظرين كامل التوفيق، وإن شاء الله صلى الله تعالى أن يوفقني في باقي المراحل إن شاء الله. السعادة لا توصف بالتأهل إلى هذه المرحلة، الحمد لله توفيق من الله أن أكون ممثل لبلدي وممثل لنفسي في هذه المسابقة واصل إلى هذه المرحلة. أرجو القبول عند الرسول عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. أنا كنت فخور وسعيد وراضي، وخاصة بصحبة كوكبة من فرسان الشعر أعزاء على قلبي، وفائزين أو منتظرين كلهم قدموا أعمالاً إبداعية رائعة، وأتمنى للجميع التوفيق ولكتارة أيضاً مزيداً من التقدم على طريق الإبداع وعلى طريق القيم والجمال والحضارة.